السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة هنبتدي نشرح منهج كونكت بلس برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول، وهنستخدم كتاب المعاصر معانا. طبعا ده المنهج الجديد 2023 طبقا لاخر تعديل حصل على المنهج، وهنشرح الكتاب مع بعض وهناخد الحلقات مع بعض كاننا بناخد درس خصوصي في البيت لوحدينا، لان احنا بنسجل فعلا حلقات شرح، فتقدر تتفرج عليها وتشوفها لوحدك وانت في البيت وتعرف ازاي الدروس كلها بتتحل وازاي كلها بتتشرح. يلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده كتاب كونكت بلس زي ما قلنا، وده المعاصر. هنبتدي مع بعض بثيم 1 او المحور الاول، Who am I أو من أكون، و living healthy أو الحياة بصحة جيدة أو نحن نعيش بصحة جيدة. ويلا نبتدي مع بعض. طبعا unit 1 at the track أو في ميدان السباق. طبعا ده الصورة بتاعت unit 1. ونبتدي مع بعض بليسون 1 زي ما احنا شايفين قدامنا، والكلمات الهامة معانا في ليسون 1: race سباق، athlete لاعب رياضي، ميدال ميدالية، distance مسافة، field ساحة، field ساحة، field يعني ساحة، high مرتفع، long jump الوثب القفز الطويل، ان انت تنط نطة طويلة دي اسمها long jump. طبعا في كلمات تانية لازم نعرفها مع بعض: sports event different، sports event يعني ايه؟ حدث رياضي، different مختلف، competition مسابقة، throwing الرمي، running الجري، Drumming القفز، مثير، no no exciting يعني مثير، exciting قولها تاني، exciting مثير، quickly بسرعة، far بعيد، meter good جيد، track مسار سباق. يبقى track اللي هو المسار بتاع السباق اللي بيجري فيه المتسابقين. كده عرفنا الكلمات الخاصة بليسون 1، وتعالوا نشوف بعض تصريفات الأفعال. احنا كبرنا خلاص، لازم نعرف تصريف الأفعال. يعني ايه تصريف الأفعال؟ يعني الفعل في المضارع شكله عامل ازاي، ولما بيبقى في الماضي يعني خلاص حصل بالفعل بيبقى شكله عامل ازاي برضه. تعالوا نقرأ مع بعض تصريفات الأفعال. هنا البريزنت وهنا الباست، يعني المضارع ويعني الماضي. ريجولر يعني منتظم، وطبعا الريجولر يعني غير منتظم او شاذ. هناخد الافعال المنتظمه الاول. ويعني ايه منتظم؟ يعني المضارع بتاعه فيه شبه من الماضي بتاعه، بنحط له اي دي بس لما بيبقى في الماضي. فالريجولر يعني الافعال اللي المضارع بتاعها فيه شبه من الماضي بتاعها. في البريزنت والباست، فتعالى نقرا كده مع بعض: hop complete. hop يعني ايه؟ هوب يعني يتمنى يعني يتمنى. compete يعني ينافس. competed يعني نافسة. competed يعني نافسة. measure يقيس، measured قاس، jump يقفز، jumped قفز، watch يشاهد، شاهد. دي طبعا الـ irregular verbs أو الأفعال الغير منتظمة، الأفعال الشاذة. be يكون، was أو where كان، run يجري، rain جرى، win يفوز، won فاز، throw يلقي، through ألقى، have يملك، had كان يملك، get يحصل على، got حصل على، wear يرتدي، wore ارتدى، think يعتقد أو تعتقد، thought أعتقد أو تعتقد.
أو تعتقد. أعتقد. طبعا هنا بعد كده هناخد بعض expressions أو التعبيرات اللي احنا لازم نعرفها جدا اللي احنا لازم نعرفها وبعض prepositions أو حروف الجر. فهنا بيقول لنا important expressions and prepositions أو تعبيرات هامة وحروف جر هامة. فهنا بيقول لنا مثلا في الجملة دي قول كده as far as you can بعيدا بقدر ما تستطيع get a meal a medal get a medal medal يعني ميدالية ميدالية يعني ميدالية اللي هي اللي بيكسبوها لما بيفوزوا بيبقوا في المركز الأول أو الثاني أو الثالث دي اسمها ميدال أو ميدالية فبيقول لك get a medal يحصل على ميدالية good for good for gladly you have to عليك أن sports event حدث رياضي measure how far يقيس المسافة compete in ينافس فيه تمام. طبعا هنا مدينا في بعض الأسئلة لازم نحلها مع بعض. مدينا هنا أول حاجة بيقول لك look and write the words athlete win medal طبعا athlete ده رياضي اللي هو لاعب رياضي وطبعا هنا win يعني يفوز وهنا medal أو ميدالية طبعا زي ما قلنا من شوية. هنا طبعا في عندنا هنا في lesson 1 listening and reading أو إن إحنا نسمع ونقرأ look and read انظر وبعدين اقرأ. فأنا في صورة طبعا أصحابنا فيها في السباق تعالوا نقرأ موجود إيه تحت الصورة هنا مع بعض today we are at the track there is a big sports event lots of athletes from different schools are competing look they are wearing red blue green and black there are competitions in there are competitions هناك competitions مسابقات منافسات there are competitions and running jumping and throwing I am watching the long jump I think the athlete wearing red will win فهمنا احنا دلوقتي مع بعض بيقول لك هنا النهارده في مسابقات في الجري واصحابنا لابسين اللي في المسابقات دول ريد وبلو وجرين وبلاك وهي بتقولك في الاخر انا بعتقد ان اللي لابس ريد ده هو اللي هيفوز تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل فهنا بيقول لنا في الصفحة التانية look and read وبعدين هنا مدينا تكست كده لازم نقراها مع بعض تعالوا نشوف I am at a sports event today with mommy and my brother some athletes are running that the track is 800 meters around the field the race is exciting the athletes are running very quickly I hope Waleed wins today there is a throwing competition يعني منافسة يعني مسابقة Do you have to throw the ball as far as you can there three meters is a good distance for throwing the ball someone measures how far the athlete throw the ball that athlete competed in a sports event and won he can jump really high now he is getting a medal تمام كده طبعا احنا عرفنا معاني الكلمات دي من الاول وهنا بيكلمنا عن الكومبيتيشن وهنا طبعا مدينا زي ما احنا شايفين قدامنا جنب كل كلمة من الكلمات المكتوبة بالريد دي ان ريد لاين رقم كده الارقام دي بيديك معنى الكلمة دي في الباراجراف ايه هنا هوت في الجنب لو انت كنت نسيت معنى الكلمة ولا حاجة
تعالوا نروح للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. في بيكلمنا هنا ازاي بنقدر نتكلم عن المستقبل، وبنستخدم كلمة اسمها will. will يعني سوف، بتعبر عن حاجة هنتكلم عنها في المستقبل، حدث هيحصل في المستقبل، حدث ممكن احنا نكون بنتنبأ ان هو هيحصل في المستقبل. فهنا بيقول لنا we use will to make predictions. predictions يعني تنبؤات، احنا بنستخدم will علشان نتكلم عن تنبؤات احنا بنتنبأ بيها. طبعا التنبؤات دي بتكون حاجة هتحصل لسه في المستقبل. فبيقول لك هنا انا اعتقد او سوف، دي معناها I think زائد السبجكت او الفاعل زائد will زائد الانفينيتيف او المصدر بتاع الفعل. يعني ايه؟ يعني انا لما اقول لك انا بعتقد وبعدين الفاعل بيجي بعد كده وبعدين اقول will وبعدين الفاعل بيجي في المصدر، ده هنا معناها ان انا بعتقد ان في حاجة هتحصل في المستقبل. زي هنا ما صديقنا بيقول I think the athlete wearing red will win. يعني انا بعتقد ان المتسابق او الرجل الرياضي او الشخص الرياضي اللي لابس احمر هيفوز. فهنا ايه؟ win طبعا جت في المصدر زي ما قلنا في الانفينيتيف، وفي نفس الوقت I think اهي جت في الاول، والسبجكت او الفاعل اللي هو the athlete جه بعد منها، wearing red اللي لابس احمر، والwin سوف يفوز. دي اول حاجة لازم نحفظ طبعا الكلام ده يا اصحابي، ونكتب هنا حفظ، ونكتب هنا حفظ عشان ده مهم جدا. بعد كده الجزء اللي بعد كده، تاني حاجة we use the present continuous او الزمن المضارع المستمر tense to express what is happening now. احنا ممكن نستخدم زمن المضارع المستمر في ان احنا طبعا بنعبر عن حاجة هتحصل دلوقتي، فبيكون السبجكت او الفاعل في الاول، بعدين am او is او are، بعدين بيجي الفعل في الانفينيتيف او في المصدر زائد ing. زي ما هنقول هنا دلوقتي lots of athletes from different schools are competing. يعني الكثير من الأبطال الرياضيين من مدارس مختلفة are competing يعني بيتنافسوا. competing هنا بتعبر ان هم بيتنافسوا دلوقتي، بيتنافسوا الآن زي ما احنا شايفين في الصورة. تالت حالة هنتكلم عنها وتالت حاجة هنتكلم عنها للتحدث عن حدث رياضي to talk about a sports event. to talk about a sports event او للتحدث عن حدث رياضي. فبنقول هنا what ما او ماذا plus اسم الشيء that do you like، ايه الحاجة اللي انت بتحبها. فهنا مثلا بيقول لنا هنا what sports events do you like، ايه الحدث الرياضي او ايه الاحداث الرياضية اللي انت بتحبها. فهنا صديقنا بيقول لها I like jumping او انا بحب الاحداث الرياضية اللي فيها مسابقات القفز او الجامبينج. تعالوا نروح للصفحة اللي بعد كده، خليكم معايا. طبعا هنا dictation او استعد لاختبار الاملاء، هنمليك طبعا هنا بيديك الكلمات، بيقول لك complete هنا الفراغات الناقصة، وهنا write مرة تانية، ده لازم نحله لوحدينا، ده homework يا اصحابي. والactivity اللي على lesson 1 لازم برضو تحلوها، ده homework بتاعكو بعد ما تقروا الدرس وتحلوه. بعد ما تقروا الدرس وتحفظوا الكلمات لازم تحلوا الكلام ده. وهنروح على lesson 2 دلوقتي، ده هنا ده homework. homework نروح ل lesson 2. وطبعا هنا في lesson 2 بيقول لنا to use will علشان نستخدم will to make predictions علشان نقول ونتكلم عن التنبؤات. فهنا بيقول لك positive statement او الجملة الخبرية المثبتة، بيقول لك هنا subject او الفاعل، بعدين بيجي بعد منه will زائد infinitive او الفعل في المصدر بقية الجملة. زي ما عرفنا في الدرس اللي فات، اقرا كده I think our school will get a medal today. انا اعتقد ان مدرستنا هتحصل على ميدالية النهاردة اليوم. فهنا هو قال I think في الاول،
وبعدين our school مدرستنا اللي هو السبجكت أو الفاعل will get سوف تحصل على، وهنا get جاية في المصدر، a medal today ميدالية النهاردة. طبعا ده في ال positive statement أو الجملة المثبتة، الجملة الخبرية المثبتة اللي ما فيهاش نفي. في حالة تانية هنا اسمها ال negative statement أو الجملة الخبرية المنفية، بيجي subject بعد كده، بيجي بعد منها won't اللي هي will not، يعني will not بنختصرها وبنكتبها بالشكل ده اللي هي بتبقى won't plus ال infinitive أو الفعل في المصدر، بعدين بقية الجملة زي I won't get a medal، لن أحصل على ميدالية، I will not اللي هي I won't get اللي هو الفعل جه في المصدر يحصل على a medal ميدالية. طبعا هو بيتكلم عن نفسه. طبعا ال yes or no question أو الأسئلة ب yes or no اللي هي السؤال بيجي بهل، بيجي الإجابة بتاعته ب will subject أو الفاعل زائد الفعل في ال infinitive أو في المصدر. طيب تعالوا نقول ازاي نستخدم للسؤال عن شيء سوف يحدث في المستقبل، والإجابة المختصرة بتستخدم yes أو no. yes بيجي بعد منها subject أو الفاعل زائد will، no بيجي بعد منها subject زائد won't اللي هي will not. يعني زي ما أنا صاحبنا بيسألهم على حاجة في المستقبل فبيقول لهم will he get a medal today، هل هو هيحصل على ميدالية النهاردة. will he get a medal today يعني هل هو هيحصل على ميدالية النهاردة. فهنا صديقتنا بترد عليه وبتقول له yes he will، yes he will، ايوه هو هيحصل على ميدالية النهاردة. هنا بيقول لنا طبعا stop here او توقف هنا، في حاجة مهمة عايزين نتكلم عنها، بيقول لك read and write اقرأ واكتب. فهنا بيقول لك will no I won't get a book، will she play tennis. فهنا بيقول لك الجملة لو منفية هتبقى جاية في الشكل ده، قول تاني no I won't get a book، لا انا مش هحصل على كتاب. لو هي بقى جاية yes or no question will he play tennis، will she play tennis هل هي تلعب تنس. فهنا طبعا بيقول لك الانسر او الاجابة will you get a book، هل يا ترى انت تحصل على كتاب، دي الاجابة بتاعت السؤال الرقم واحد. وطبعا هنا بيقول لك يتم حذف no وتحول won't اللي هي will not يعني الى will للسؤال في البداية. ملاحظة، تحول I الى you في السؤال، يعني انا لما باجي بسأل ده جاي لي هنا طبعا دي اجابة وانا عايز اكون لها سؤال، فهكتب هنا في الاول won't دي هحولها ل will زي ما احنا شايفين قدامنا، وطبعا بشيل no دي خالص من الاول وبقول I دي بتتحول you، فانا هسأله بقول لك will you، هل انت get a book سوف تحصل على كتاب، فهو لما يجي يرد عليه ويقول لي لا طبعا فيقول لي no I won't get a book، لا انا مش هحصل على كتاب. هنا كوننا سؤال للجملة دي او الانسر دي او الاجابة دي، واحنا كوننا لها سؤال بشكل سليم. يبقى اول حاجة لما باجي اكون سؤال لجملة فيها I او اجابة فيها I دي بتتحول ل you لان انا بسأله هو، فهو لما يتكلم عن نفسه هيقول I، تمام. فلما اجي اقول له هل انت تحصل على كتاب، هو لما يجاوب هيقول لي لا انا مش هحصل على كتاب، او ممكن يقول لي yes I will get a book، will برضو هتفضل زي ما هي. طيب هنا الاجابة بتاعت رقم 2 اللي هي بيقول لها will she اللي هي في السؤال بتاعها will she play tennis، هل هي تلعب تنس. فهي لو الاجابة بيس هتقول yes she will play tennis، شي جت زي ما هي مفيش اي حاجة اختصرناها. ليه بقى؟ بيقولك يتم وضع yes في بداية الاجابة والتعبير بالتبادل فاعل والفعل المساعد. باختصار كده يعني she و he و it بتيجي زي ما هي في yes or no question، بس لو yes will بتيجي زي ما هي، لو no will بتتحول ل won't زي ما قلنا من شوية. اما لو بسأل واحد وبقول له you فهو بيجاوب عليا بيقول لي I لان هو بيتكلم عن نفسه. لو انا عندي اجابة موجود فيها I بقى السؤال بتاعها المفروض بيبقى في السؤال بتاعها المفروض بتبقى في كلمة you او انت لان هو بيجاوب عن نفسه. هنا طبعا دي activities على lesson 2 ودي homework لينا كلنا لازم نحلها مع بعض،
مهم قوي ان احنا نحل الاسئله الجميله الموجوده على ليسون 2، ازاي نكون سؤال وازاي نكون وازاي نشوف الاجابه بتاعته، ونروح لليسون 3 او الدرس الثالث. وطبعا هنا بيكلمنا عن كم المسافه او how far او كم المسافه. فهنا لما نيجي نسال عن كم المسافه، هو بيقول لنا هنا how far can he jump، كم المسافه اللي هو يقدر يقفزها. فطبعا هنا بيرد عليه وبيقول له he can jump 4 meters، هو يقدر ينط 4 متر، ودي مسافه كبيره جدا. ليسون 3 ليسون سهله جدا، والكلام اللي فيها مش كتير. عايزكم ما تنسوش ان احنا هنخلص شرح المنهج ده مع بعض ان شاء الله من الكتاب اللي احنا ماسكينه قدامنا ده اول باول، وهتاخدوا حلقات اسبوعيه نخلصه مع بعض مع نهايه الترم، قبل نهايه الترم كمان. فيا ريت تتابع معايا اول باول، اللي مش معاه الكتاب يروح يشتريه وهيستفيد جدا من الشرح اللي احنا بنشرحه مع بعض ان شاء الله. هنا طبعا لما نيجي نسأل عن الارتفاع بنقول how high يعني كم الارتفاع. فخلينا نشوف هنا صديقتنا بتسأل ازاي how high can she jump، كم المسافة اللي هي تقدر او كم الارتفاع اللي هي تقدر تقفزه. فهنا صديقتنا بترد عليها بتقول لها she can jump 1 meter، تقدر تنط متر بحاله، مسافة كبيرة برضو. هنا بقى بيتكلم عن السرعة، فبيقول how fast يعني كم السرعة. how fast can he run، هو بيقدر يجري بسرعة عاملة ازاي، سرعة قد ايه. فهنا صديقتنا بترد عليه وبتقول له he can run 100 meters in 15 seconds. في 15 ثانية يقدر يجري 100 متر بحالهم في 15 ثانية، فده سريع جدا جدا جدا. تعالوا نروح للصفحة اللي بعد كده. فهنا طبعا الكمباريتيف أو صيغة المقارنة، طبعا دي الصيغة اللي بنقارن بيها بين شخصين مع بعض، أو بنقارن بيها بين حاجتين مع بعض. طبعا دي خدناها في سنة تانية قبل كده، النهاردة بنتكلم عنه بشكل أكبر شوية وبنفكر بعض بيه. تعالوا نقرأ مع بعض كده الكلام الجميل ده. We can use it to compare between two persons or things، يعني احنا بنستخدمها لان احنا نقارن بين شخصين او شيئين. فهنا بيقول لك short adjective او صفة قصيرة بتيجي بعد منها er، بتيجي لازق فيها er than. زي مثلا لما اجي اقول واحد اطول من واحد بقول longer than، واحد اقصر من واحد بقول shorter than، وهكذا. تعالوا نشوف الامثله اللي هو مديها لنا واحنا شارحين الكومباريتيف دي في حلقه لوحدها بره المنهج برضو، يعني هي مشروحه جوه المنهج ومشروحه بره المنهج في حلقه لوحدها، لان هي موجوده علينا في المرحله الابتدائيه كلها، وهي مهمه جدا تقدر تتفرج عليها وتشوفها، وهتساعدك كتير قوي ان انت تعرف الدرس كامل حتى في السنين الجايه هيبقى شكله عامل ازاي. فهنا صديقنا بيقول لارا جامبت higher than مريم، يبقى لارا قفزت اعلى من مريم. higher than، ادي الصفة اهي او الشورت ادجكتيف اهي، وجه فيها er، لازق فيها er بعدين than، هنا اعلى من، يبقى لارا قفزت اعلى من مريم. احمد جامبت farther than حسام، farther than يعني ابعد من، احمد قفز ابعد من حسام. طبعا السوبر ريليتيف او صيغه التفضيل دي بستخدمها لما باجي افضل واحد، شخص واحد معين او شيء واحد معين عن بقيه الاشخاص التانيين او بقيه الاشياء التانيين، يعني هو ده الافضل فيهم في الصفه دي، فدي اسمها سوبر ريليتيف، وطبعا او صيغه التفضيل. تعالوا نقرا مع بعض، بيقول لك وي يوز ات، احنا بنستخدمها to compare between three or more persons or things، لما نيجي نقارن بين ثلاثة أو أكتر من الأشخاص أو من الأشياء. وطبعا هنا بيجي short adjective زائد est أو est بتبقى لازقة فيها زي ما قلنا. زي مثلا أميرة جامبت the highest highest يعني الأعلى، يبقى هي أعلى واحدة نطت فيهم كلهم. أميرة جامبت the highest. هنا بيقول لها، هنا بتقول
تاليا ران ذا فاستست. ايوه تاليا جريت الاسرع، يبقى تاليا هي الاسرع في الجري. تاليا ران ذا فاستست او تاليا جريت الاسرع. هنا طبعا دي الاكتيفيتيز اللي على ليسون 3 ودي هوم ورك كمان، ويا ريت نحل الهوم ورك بتاعنا اول باول مع بعض. دي الهوم ورك بتاعت ليسون 3، واخر حاجه ناخد مع بعض ليسون 4 و5 ونبقى خلصنا شرح درس النهارده. المره الجايه ان شاء الله هناخد من اول ليسون 6 علشان خاطر نخلص المنهج مع نهاية الترم، قبل نهاية الترم كمان. ياريت بس تساعدوني وتحلوا الهوم ورك بتاعكو أول بأول ونمشي مع بعض خطوة بخطوة. احنا معانا كمان الكتب التانية بتاعت سنة تالتة ابتدائي كلها، ادي الديسكوفر هنشرحه مع بعض وهتلاقي له حلقات موجودة لوحده من الكتاب الجديد برضو زي ما قلنا 2023. وادي الماث أو الماثماتكس، ده الكتاب الجديد برضو هنشرحه من كتاب المعاصر 2023. الكتاب الجديد هنشرحهم اول باول مع بعض وناخد هوم ورك عليهم. وكمان الكونكت او كتاب الكونكت بتاعنا سنه ثالثه ابتدائي هناخده مع بعض وهنشرحه اول باول. فانا عايزكم تساعدوني وتحلوا الهوم ورك اللي عليكم اول باول علشان نخلص المنهج مع بعض مع نهايه الترم او قبل نهايه الترم ان شاء الله. ليسون 4 و5 هنا بيقول لنا ريد، هنا بيقول لنا ريدنج اند رايتنج، القراية والكتابة، وليثنينج الاستماع، تمام، والاستماع كمان. فأنا بيقولك listen and repeat، استمع وكرر أو ردد. الكي vocabulary أو الكلمات الجديدة هنا warm up. warm up يعني بيقوم بعملية الإحماء، بيسخن قبل التمرين. لما تيجي تشوف أي ماتش هتلاقي اللعيبة قبل ما ينزلوا الملعب قبل ما يتبدلوا أو حاجة بتلاقيهم بيعملوا عملية الورم اب دي أو الإحماء أو التسخين. تلاقيه عمال يجري في مكانه، تلاقيه عمال يعمل استريتش كده لعضلات رجليه، ده اسمه ورم اب أو إحماء أو تسخين. كم سكند؟ كم سكند يعني يأتي في المركز الثاني. سبورت أ فريند؟ سبورت أ فريند يعني يدعم أو يساند صديق، يساعد صديق. تراي هاردر؟ تراي هاردر يعني يبذل جهد أكبر. طبعا في كلمات زياده لازم نحفظها ونعرفها مع بعض. together together يعني معا. problem problem يعني مشكله. runner runner يعني عداء او متسابق. worried worried يعني قلق يعني قلقان. طبعا في conjunction of verbs او تصريف الافعال زي ما قلنا في اول الحلقه، regular verbs والirregular verbs. regular verbs او الافعال المنتظمه والirregular verbs او الافعال الشاذه الافعال الغير منتظمه. تعالوا نشوف عندنا نحفظ ايه في lesson 4 و 5. train train يعني يتدرب. trained trained يعني يتدرب. record 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 يعني يسجل. recorded recorded يعني سجل. finish finish يعني ينهي. finished finished يعني انهى. support support يعني يدعم. supported يعني دعم. try يعني يحاول. tried يعني حاول. bring يعني يحضر. brought يعني احضر، ودي irregular verbs هتلاقي المضارع بتاعها او present بتاعها مش شبه الماضي، ما بنحطلوش ed علشان يبقى في الماضي. فهنا bring بقت brought. come يعني يأتي. came يعني أتى. know يعني يعرف. new يعني عارفة. new يبقى إيه؟ new أيوة. think يعني يفكر. thought يعني فكرة. وطبعا عندنا important expressions أو تعبيرات هامة و prepositions أو حروف جر هامة، تعالوا نقراها مع بعض لأنها مهمة فعلا. get fit يصبح لائقا بدنيا. 3 times a week 3 مرات في الأسبوع. have fun يستمتع. get your body ready تجهز جسمك. do a lot of exercise تدرب كثيرا. on the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. as much as I can
بقدر الإمكان، قدر ما أقدر أستطيع. As much as I can. As much as I can يعني بقدر ما أستطيع. As much as I can بقدر ما أستطيع. Have a problem لديه مشكلة. Worry about يقلق بشأن. تمام. Worry about يقلق بشأن. الآن نروح للصفحة اللي بعد كده. فهنا بيقول لنا read and identify these definitions. اقرأ وعرف الكلمات دي أو المصطلحات دي. فهنا بيقول لك الword والdefinition بتاعها. الword الكلمة والdefinition بتاعها التعريف بتاعها. فإحنا كنا عرفنا يعني إيه warm up أو يقوم بعملية الإحماء قبل التمرين. طبعا هنا بيعرفك بقى يعني إيه warm up. فبيقول warm up get your body ready to do exercise. Get your body ready to do exercise أو إن أنت تخلي جسمك جاهز علشان تقوم بالتمرينات الرياضية. Support a friend. Support a friend. Help a friend. شاطر. Come second. Be the next person to finish after the winner. يبقى أنت تيجي في المركز الثاني. Be the next person إن أنت تكون الشخص التالي to finish إن أنت تنهي السباق أو الكومبيتيشن اللي عندك. After the winner بعد الفائز على طول المركز الثاني يعني. Try harder, work hard to do better. إن أنت تشتغل بشكل جامد قوي تعمل بجد علشان تتحسن. دي اسمها try harder يبذل جهد أكبر. Work hard to do better أو إن أنت تعمل بجد علشان تتحسن. طبعا هنا عندنا homework بعد ال definitions دي هبيكلمنا عنها. وهنا طبعا look and read أو اقرأ وبعدين انظر وبعدين اقرأ. وهنخلص ده. تعالوا نقرأ مع بعض. Why is Nesma training أو ليه Nesma بتتدرب؟ فهنا بيقول لنا Hello, my name is Nesma and I am at the track with my friend Sara. Sara is an athlete so she does a lot of exercise. We come here 3 times a week. She comes with her parents once on the weekend too. Sara is a runner and she has a big competition next month. عندها مسابقة كبيرة الشهر الجاي. I think she will win. She will اللي هي شيل دي هنا بنشيل ال W بتاعت will والI كمان ونحط مكانهم apostrophe عشان تبقى كده she will. She'll win. She'll win يعني هي سوف تفوز. I am training with her to support her and it helps me get fit. هي بتساعدني كمان انا بساعدها انها بتدرب معها وهي بتساعدني ان انا ابقى بلياقة احسن. We warm up together. احنا بنعمل عملية الاحماء مع بعض. And we have fun. واحنا بنمرح. I record here race times too. هي بتسجل لها الوقت اللي هي بتقطع فيه المسافات على ساعة على ساعة وعلى موبايل بحيث ان هي تحسن مستواها ومن سرعتها. Her best event is the 200 meter race. She is very fast. Sara was in a race last month, but she didn't win. She came second, so the so she wants to try harder. الشهر اللي فات كانت عندها مسابقة 200 meters وهي ما فازتش. هي جت في المركز الثاني علشان كده هي دلوقتي بتتمرن بشكل أكبر علشان تتحسن. Sara wants to try. She finished in 35 seconds. She wants to be faster next time. Sara always eats healthy food. We bring some fruit to the track to have a snack. Snack اللي هي وجبة بين الوجبات تصبيرة صغيرة كده. And we drink lots of water. I like helping Sara because she is a real good friend to me. She always listens when I have a problem or if I am worried about something.
So that is why I want to help here as much as I can. تمام، عرفنا ان هي وسارة صديقتها ازاي بيساعدوا بعض، وازاي ان سارة دي شخص كويس جدا. طبعا زي ما احنا عارفين وزي ما قلنا، الكلمات الان ريد لاين دي او الخط الاحمر دي موجود جنبها ارقام. هنا هتلاقي معنى كل كلمة في الجنب لو انت نسيت معنى الكلمة، واللي تحت الباراجراف ده او القطعة المكتوبة دي ده هوم ورك عليكم تقدروا تحلوه مع بعض. هنا طبعا في الصفحة اللي بعد كده عندنا ازاي بنستخدم which اي او ايهما. لما اجي بتختار بين حاجتين فبنقول which اي او ايهما، زي مثلا لما نيجي نقول which sport do you think is easy، اي رياضة انت بتعتقد ان هي اسهل. which sport is difficult، اي رياضة انت بتعتقد ان هي اصعب. فهنا بيرد عليها بيقول لها I think running is easy, jumping is difficult. أنا بعتقد إن الجري سهل والجامبينج أو القفز أصعب. هنا طبعاً بيوريك بيقولك إزاي لما تيجي تسأل عن عدد المرات فتقول كم مرة أو how often. How often أو كم مرة للسؤال عن عدد المرات، فهنا بيقول How often do you do sports؟ كم مرة أنت بتتمرن في الأسبوع أو في الشهر أو في أي وقت من الأوقات؟ Three times a week. بتمرن 3 مرات في الأسبوع. هنا لما أجي أسأل حد وأقول له هل أنت بتستمتع، فبقول له Do you enjoy؟ Do you enjoy؟ Do you enjoy؟ هل أنت تستمتع؟ Do you enjoy running؟ هل أنت بتستمتع بالجري؟ Yes I do. Yes I do. أنا بستمتع بالجري فعلا. طبعاً زي ما احنا شايفين قدامنا في أدوات ربط بنربط بيها بين الجمل، زي and وزي so وزي because وزي but وزي or. فمثلا لما أجي عايز أربط بين جملتين فيهم نفس الأفكار ونفس المعدة بستخدم and، عايز أربط جملتين فيهم واحدة نتيجة للتانية بستخدم so، عايز أربط جملتين فيهم واحدة سبب التانية أو سبب حدوث التانية بكتب because، عايز أربط بين جملتين بينهم تناقض بينهم عكس في المعنى بستخدم but، وعايز أربط بين جملتين بس فيهم اختيارات فيهم تخيير أخيارك بين حاجات بربطهم بأور. فتعالوا نشوف كده معنى الكلام ده to join ideas، أو نحن نستخدم and علشان نربط بين جملتين فيهم نفس الأفكار هنستخدم and. زي مريم likes running and doing the high jump. تمام، يبقى داليا بتحب الجري، مريم ولا ايه بتحب الجري وبتحب كمان القفز العالي، فهي بتحب الرياضه بصفه عامه. الكلام ده حفظ يا اصحابي لازم نحفظه كويس قوي. طبعا لو عايزين نقول بقى ان الجمله الثانيه هي نتيجه للجمله الاولى بنستخدم سو. فبنقول مثلا منى came second this year so she will try harder next year. منى جت في المركز الثاني السنه دي، فعلشان كده سو لذلك هي بتتمرن اكتر وهتعمل وهتتدرب اكتر السنه الجايه. لو عايزين نربط بين جملتين واحده فيهم سبب حدوث الثانيه او سبب عدم حدوث الثانيه بنقول because او لان. زي مثلا I like helping خالد because خليل because he is my friend. انا بساعد خليل لان هو صديقي. هنا نستخدم but لما بنيجي نوضح نربط بين جملتين بينهم تناقض كل واحدة فيهم عكس التانية. زي Ali ran very fast in the race but he didn't win a medal. علي بيجري بسرعة جدا بس في الاخر برضو ما كسبش ميدالية. طبعا الجملتين عكس بعض. طيب لما اجي اخيرك بين حاجتين بين شيئين بنستخدم or او. I don't like throwing or jumping. I like running. انا بستخدم انا بحبش لعبة الرمي او القفز بس انا بحب الجري. تمام، دي الكلمات دي حفظ ولازم نعرف معنى كل كلمة منهم علشان لو استخدمناهم بعد كده استخدمهم في الربط بين الجمل بسهولة. طبعا هنا ده هوم وورك الاكتيفيتيز اللي على ليسون 4 و5 هوم وورك.
homework، وهنلاقينا هنا كده وصلنا لصفحة 44 في المعاصر في الكونكت بلس. إن شاء الله المرة الجاية ناخد ليسون 6 ونبتدي نحل مع بعض، ناخد ليسون 6 وناخد 4 دروس تاني كمان معاها، وبكده نكون أنهينا شرح درس النهاردة. أتمنى إن أنت تكون استفدت من الدرس. تابعونا في شرح المواد التانية كمان، هنلاقيها موجودة مع بعض على القناة أول بأول، علشان نخلص شرح كل الحاجات اللي ناقصانا على نهاية الترم إن شاء الله تكون كلها منتهية. أتمنى إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها أو الروابط بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.